يقول السائل: ما صحة حديث قوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة؟ لا، ما هو كذا. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه به، هذا الحديث. أما في اليقظة فلا أحد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد موته. الرسول ما يرى بعد موته في الدنيا، إنما هذا في الآخرة. والرسول لا يظهر في الدنيا بعد موته، ولا يراه أحد بعد، مثل غيره من الأنبياء، مثل غيره من الأموات. من ذهب من هذه الدنيا إنه لا يعود إليها أبدا، لا الأنبياء ولا غيرهم، إنما إذا بعثوا يوم القيامة. لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا في حق من يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه بصفاته الثابتة، فهذه رؤيا حق، وهذه تدل على الخير، تدل على العمل بالسنة. وأما إذا كان ما يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يأتيه الشيطان ويقول: أنا الرسول، لأنه ما يعرف صفات الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يميز بينه وبين غيره. نعم.